صباح الخير عليكم جماعة الخير، واش راكم؟ واش احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. كي لحقكم هذا الفيديو اليوم حبيت ندير لكم فيديو، على بالي عندي شحال مانيش مبلي مع كاع واش راه صاري مع الطاقه السلبيه هذه فيتو، ما على بالكم بلي الحياه تستمر ولازم نكملوا في حياتنا، وهم ربي ينصرهم وربي يكون معاهم وربي يرحم موتاهم وربي يكون معاهم ان شاء الله. ندعو لهم واكيد اكيد ما راح ننساوهمش كامل، ما حش نساوهم جامي هذي. وبيان سور كما قلت لكم الحياة تستمر، سي بوغ سا قررت انو نعاود نولي لاشين تاعي ونعاود نولي نصور لكم شوية. حبيت ندير لكم فيديو وشوفوا البنات وجماعة كاع اللي راهم يشوفوا الفيديو، راهي مازالها الظلمة، راهي ابان 7:05 يعني خارجة باش نروح الخدمة. اليوم نخدم على 8 ولازمني مبكر، جاني روطة مي شوفوا جماعة والله تنمو الظلمة، خفت نخرج وراهي الشتا تقطر ابان. هاي ليك راني جبت البارافيو ديالي باش كنا دايرين بلي اليوم طحشتها، خفت والله خفت نخرج. انت اللي كان ماكاش يعني الحاله الحمد لله يعني، والناس تكون طلابل يعني الحاله امن الحمد لله، ما على بالكم كي تكون ظلمه الواحد يخاف يقول نخرج ما نخرج نخرج ما نخرج، ما على بالكم كل دقيقه روطار نديرها راح نتعطل بيان سور. وهنا على بالكم الوقت في الخدمه وقت يعني ندخلو خدمة على 8 لازم على 8 نكون ثم. المهم جماعة اللي ما حبيت نبدل معكم يعني شوية، وما تقوليش في لي كومونتير كيفاش وعلاش وعلاش راكي ديري في الفيديو. كما قلت لكم الحياة تستمر ولازم نولي لاشين تاعي. راح نبارطاج معكم جماعة كيفاش يجاز نهاري اليوم. شوفوا جماعة أجواء الخريف راهي عندنا ما شاء الله، صبروا نقطع الطريق راهي تطيح ما شاء الله. قلت لكم حبيت نبارطاجي معكم اليوم كيفاش يجوز نهاري. اليوم الاربعاء، وكي نقولوا نهار الاربعاء نقولوا نهار القرايه. انا عندي نهار واحد في السمانه اللي نقرا في الكالج اللي هو اليوم نهار الاربعاء، نقرا من 5 للساعة تاع الليل، عندي ان موديل ولوتر موديل سي بون يعني از ان ابديت سي بون، كملتو الموديل اونلاين اللي ما في نقراه في الدار كملتو، بقى لي غير هذا الموديل اللي نقراه في الكالج في الكلاسه. واليوم كي نقرا بيان سور يتبدل البروغرام تاعي، داري نخدم من 8:30 ل 5:30 يعني في الخدمه تاعي، من ها نقرا ما قدرتش نكمل 5:30 دونك نبدا 8 ونكمل على الزوج ابخي. يعني اليوم راح تبدل البروغرام سي بوغ سا راح نخليكم معايا حتى تعرفوا واش ندير من بعد العشيه ياتو. المهم جماعه ان شاء الله كما يقول لكم تبعوا الفيديو حتى الاخر وتخلوا لي لايك خلي لي كومونتير وتبارطاجوا لا فيديو. جماعه راني عاودت وليت لكم راني قرب نوصل لاري تاع ترام، عباكم راني نمشي للسيف راني قرب قرب ثقيله في رايكم علاش؟ باسكو بالاربعاء كنكون نقرا راني نقطع الطريق، باسكو بالاربعاء كنكون نقرا لازم ندي الساكودو، يعني اليوم الوحيد في الاسبوع اللي ندي فيه الساكودو، وهذاك الساكودو الله يشوفكم معمر من كلش، سي بوغ سا ثقيل ثقيل ثقيل، فيه واحد الكتاب اللي نسحقوه نقراو به، بعد ان شاء الله نوريه لكم، عراكم شحال ثقيل قراب، ديجا على بالكم الميكرو برك مقدرتش نجيبو، حبيت نجيبو بصح امبوسيبل نجيب الميكرو. والكتاب هذاك كيف كيف امبوسيبل، راكم راهو غراف ثقيل، قلت لكم فيه الكتاب هذاك كبير، فيه الكاي فيه زوج كايات سيلوات قرعة تاع الما، الماكلة تاعي هكا دي سماك واش ناكل من بعد باسكو النهار طويل. اسكتوا برك الاربعاء نسوفري على بالكم، الاربعاء فريمون نسوفري مع الكتاب هذا ويبقى معايا حتى الليل وهو يتبع فيا. المهم جماعة راني ربي شوية الحاجة شابة سيكون الخدمة تاعي مش بعيدة يعني دقيقة نوصل. وشوفوا مازالها ظلمة وزي ما طلعش النهار يعني الشتاء ومازال ديسمبر وجانفي تو، انا خممت كيفاش راح نولي نخرج في الظلمة. المهم جماعة وانتم الحال كيفاش عندكم؟ كاش سخانة كاش برد كاش شتاء؟ حنا لا البرد الحال شوية عندنا دايا دوكا راهو البرد يقرص، راهي تقريبا راهي تقريبا 8 دوغري دوكا ولا 7 دوغري وراهي الشتا طيح، وراهم دايرين بلي اليوم باقي
اعلى درجه راح تكون 10 درجات يعني دي دوغري، يعني راح يكون البرد. مرحبا بالبرد تبع كهنا مسخنه، مرحبا بالبرد. انتم كيفاش الحال عندكم؟ المهم شوفوا دوكا كاني نصوركم راني مشير بالعقل باش ما تجيش باش ما تجيش كما قالوا في الفيديو شي فيديو يتحرك، وانا راني شويه رطه لازم نزرب. المهم خلينا نحبس الفيديو هنايا ونروح نجري 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 باش نوصل للدرع. هيا عتوت جماعة الخير، معنا عاودت وليت ليكم عباكم. راه واحد البرد يقطع، شوفوا شفتها راهي صحيه مازال ما طاحت زعما قالوا طاح مي ما كان والو مي راهي واحدة نسمة باردة باردة باردة. واش نحكي لكم جماعة راهي سي بون، تقولوا راهي الزوج وعشرة هكاك كملت على الزوج قسمة هاكو على بالكم شو راه صاري. لي بومبي خير ان شاء الله، اصبروا نقطع منا وين راهم دايرين راهم يخدموا في الطريق. المهم قلت لكم كملت على الزوج، هذيك هي قسمه كلوكيت اوت. من بعد راح تلبس حوايجي من هيك تقريبا راهي 10 سي بون. كملت الشفت نتاعي اليوم كما قلت لكم بلي اليوم نهار قرايه، دونك نقرا على 5 مي بيان سور ما حشرح للدار باسكو امبوسيبل ميك فينيش الوقت. الحاجه الاولى شنو فينيش الوقت، ما عندي ما ندير في الدار، يعني كان واحد في الدار راني رحت راني يا ربي قعدت قولوا نقعد نص ساعه ولا 20 مينوت نعاود نولي نخرج من نولي نخرج نولي الخدمه سما سي با لا بين. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سكو دائما نبروفيتي انا هذا السوايع اللي عندي يقولوا واحد الساعه ونص هكا ولا ساعه 40 دقيقه ولا نروح ديريكتومون لللايبرري، نروح للمكتبه تاع الكاليج ونروح نشوف واش ندير. دي فوا يكونوا عندي هكا لا فايس لازم نخدمهم اساينمنت هكا تمارين كيما يقولوا تاع الابتدائي تمارينات هكا نديرهم. الا ما عنديش دي فوا تكون عندي كتيبه كيما اليوم عندي كتيبه راني روطه وشي في كتيبه هم ديولي تخافو باسكو انا لو جون لي ما يقدرش يكتب سير بلاص زعما انا كي نكون نقراو زعما الشيخ يكون يشرح حيتو انا دائما نكون مخربش ماشي جو دي غاب شو نكون نكتب هكذا ندي دي نوت هكا بالزربه بالتخربيش حيتو يعني ما نكتبش ديك على الكاي. ابخي كي يكون عندي الوقت نعاود نكتب بالعقل ونسقم ونستعمل لي كولا غيتو نكتب يعني في الكاي نتاعي تاع القرايه. دونك دائما نبقى روطات دي فوا نحب نكتب في الويكاند ودي فوا ما يكفينش الوقت في الويكاند عباكم الويكاند كلشي يتلم فيه. دونك نخلي حتى نكون في البيبيوتيك ونكتب. دونك هذيك هي جماعه دوكا انا خرجت راني رايحه الكوتي هذا، هي ما نروح في البيز مي راني رايحه هذا الكوتي باسكو راني جعانه ولازم نروح نشري واش ناكل. راني متشهيه شاورما دونك راح نروح عند هذاك المصر نشري شاورما باسكو نهار الاربعاء حتى ما نخدمش بزاف سوايع، عندي نص ساعه تاع البريك، عندي يعني نص ساعه ما نخدمش فيها يعني نص ساعه تاع الماكله وجينيرالمون دي نص ساعه نديها الصباح هكا تاع 9 ونص نديها الصباح 9 ونص ولا 10 كيما اليوم زعما ديتها ديتها على 10 وجينيرالمون ندي هكا ناكل حاجه خفيفه، ناكل هكا بتي با كرواسو مع ياوت هكا دي كوكيز منا ابخي سما ندير حسابي بلي من بعد كي نخرج عزوز نشري حاجه ناكلها باسكو نكون جيعانه. واليوم انا حكمتني على الشاورما دونك راح الشاورما نشري ابخي نديها معايا ديريكت نطلع في الترا الترا يحطني ديريكت عند الكالج نروح ديريكت اللايبرري وراكم معايا بيان سيغ. ما تنساونيش باللايك وبالكومونتير. البرد راهي قطع ويدي مش ولا يدي مش حسب هما هكاك راني شاده التليفون نصور لكم في خاطركم. دونك ما تنساونيش باللايك وبالكومونتير جماعه الخير. ايا اتوت ان شاء الله ما حسب راني شو الشاورما ديالي وراني طلعت في البيس كنت راح نروح في الدار اخي لقيت واحد لاريكي واحد لاريك بيس قريب من وين شريت الشاورما ديالي قلت يلا خلينا نروح في البيس خاطش البيس يحطني جوست عند البيبلوتيك دونك نوريكم
دوك تشوفوا جماعه سي بون اللي هبط من البيس بالك ما كنتوش سمع فيها كنت نهضر غير بالعقل. ها لي كوش كنت نقول لكم جماعه شوفوا ها ليك كما يقول لك ماري تاع البيس وها ليك قباله اللي اسمها اللايبري نتاعنا دونك سي بور سا ما حبيتش نضيع الوقت قلت راح نشري راح نشري الماكله نتاعي بيت بيت انا مدير لي طرافو ما عرفتش ندير لنا شوفوا شوفوا هذا الاعلان اللي مدايرينو كلاسز دي انجليز غراتيس ديكور دونجلي باطل دايرين مع التليفون شفتو ما عرفتش شكون هذا اللي مد لي كور باطل راه كتب مكتوبه بالاسبانيوليه كلاسز دي انجليز غراتيس شفتو حاجه شابه. المهم جماعه هاليك اللايبري تاعي هاليك الكالي تاعي اللي نقرا فيه سي بوغ سا قلت لكم مانيش حابه نضيع الوقت نروح نزيد للتراو وكلشي قلت هكا ديركت نخرج في اللايبري جماعه سي بوني لحقت لللايبري حكمت الطابله شوفوا الاخر كامل كامل هاي لك باش هكا واحد ما يديرونجيني حطيت القش تاعي قال احنا نسحقو شوفوا البنات هذا هو الكتاب اللي قلت لكم بلي بزاف ثقيل وشوفوا شحال خشين مي هذا كما يقول لك بهذا كما يقول لك اهم كتاب يعني في لاسبيسيالتي نتاعي ولازم كل اربعه لازم نجيبو معايا باسكو نسحقو كي عاد نقرا وتبهديله يعني نقولو للبروف ما جبتوش جست على جال ثقيل ما كاش كيفاش دونك لازم كل اربعه يكون حاضر معايا. هذا الكاين تاعي اللي راح نكتب فيه ميكس تيلواتي هذا ثاني تيك اللي راح نقل منه واش كنت نكتب وقراتي تاع الماء وهي لك الشاورما تاعي دوك الحاجه الاولى اللي راح نديرها وشنو راح ناكل شاورما تاعي بيان سو باسكو راني جيعانه ابخي هذيك هي نبدا نقرا اي فوالا جماعه هاي لك الشاورما كش دايره وعذروني الا راني نهضر بالعقل باسكو اذا راح نقول لكم حاجه راح تقولوا لي حياتك كيفاش بالك حجيكم لا كيسيون في راسكم حياتك كيفاش راكي تاكلي في المكتبه ولا في البيبيوتيك ولا لايبري واش حبيتوا تسموها. شوفوا يا جماعه انا في الاول داتني بيزار شت الغاشي ياكلوا هي ممنوع كما يقول لك منعا باتا الاكل والشرب في المكتبه هكا بعد مي كاينه واحد البارتي ابا ما غاديش نصوركم امبوسيبل نصوركم هكا برك في الطابله تاعي سينو باش نصوركم جهه واحده اخرى ما نقدرش جوغ اي مي زعما كون جيت نقدر نصوركم بصح امبوسيبل مش حابه يصراو لي مشاكل. قلت لكم شوفوا كاين واحد البارتي في المكتبه اللي خاصه بالاكل شوفوا كاين فيه بارتي فيه طوابل كيما راكم تشوفوا هنايا هذا البارتي الوحيد اللي تقدروا تاكلوا فيه كاين طوابل وين تاكلوا وتحبوا تكتبوا او ميم طون ولا تهضروا بالتليفون ولا ديروا واش تحبوا كاين هذيك بارتي وين يبيعوا هكا الماء جو الغازو زيتو عندكم بارتي ثاني تيك قهوه وكاع واش يخص القهوه بالحليب اللي يحب يشرب قهوه حليب عندكم بارتي ثاني تكون تقدروا تشرو هكا شيكولا شغل هكا دي سناك شيكولا غاطو شيبس هكا وكاين حتى ميكرو اوند جماعه ولا كاين حتى ميكرو اوند زعما تحبوا تجيبوا حاجه معكم تسخنوها. هذه هي البلاصه الوحيده اللي تقدروا تاكلوا فيها ابارسا البلايص الاخرين كامل ممنوع انكم تاكلوا فيها دونك انا جيت للمكان المخصص للماكله حاجه شابه يعني خير من تروحي تاكلي برا ولا نوريكم الشاورما هذيك بون جات تبرد شويه عندي شحال ملي شريتها قلت ناكلها رابيد ما شفتكم في الجنه جماعه انا عاودت وليت لكم حسابهم خرجت من الفيديو تاعك راهي تقريبا 25 انا نقع على 5 انا راح نجري دوك هباك نمشي بالعقل باش ما يزرب خاطرش راه واحد الدرد برا مقدرش نقول لكم يقطعني كثر من يقطع عبالكم كرهب راه واحد راهي واحد النسمة راه واحد ريح يقطع دونك يا حالي نجري لديبارتمون وين نقع او يما ندفع شوية عبالكم راه وقدات او شوفوا هذي كيفاش راهي لابسة يعني بين قوسين فاش كيفاش راهي قادرة عبالكم البرد هذا البرد هادي برد انخويا جماعة ايلا مش هنسنا فيلم كرهب. المهم كملت كتبت بيان كتبت يعني بزاف صعبة مازالي شراوطة مي صعبة يعني كتبت شوية. المهم جماعة هاي نكون نقرا
راني داخله البان سيو ابو جماعه الخير. انا عاود وليت لكم لابو داعي راحت اي 8 و 10 هذا وين طلقنا على البروف سلحنا قلنا صيبو روحو سي بون حيت الباتري راهي سينيالي باتري تاع التليفون والباتري تاعي للزوج راه مي سينيالي راني سي بون عييت وجعت وكلشي والبرد كانيتك مازال زاد برد الحال كثر عباكم راهي 5 دوغري دوكا يعني تيماجيني البرد كيفاش راه يقطع. المهم جماعه جات الحلبيه ما بقناش بزاف ان شاء الله ونكملوا الشمس بقنا واحد الامو هكاك ما بقاش كما كنت نقول لكم بقنا واحد الامو هكاك دونك كوراج برك ما بقاش خد اللي فات من بعد ندور الفاكونس بيان سور حتى الجوردي ان شاء الله. المهم جماعه راح للدار يا دراهم شي وقع عجزتي مطيبه اليوم على بالي افر عدس ولا لوبيا على حسب البرد هذا. المهم جماعه والله جوبونس راح نقطع معكم الفيديو في الدار امبوسيبل راح نصور لكم اي حاجه في الدار باسكو راح نوصل عيانه وروطار و وكلش ما عندي ما حنصور لكم دونك جوبونس نقطع الفيديو هنا. هذه هي البنات نهار الاربعاء كيفاش نجوزو نهار نكون نقرا الصباح خدامه العشيه نخرج على الزوج على البيبيوتاك القرايه بعد نروح نقرا نخرج في الليل دوكا نروح قسم نبدل قشي نشوف ولادي ريح معاهم نصلي صلاتي نوجد الصاك نتاع الغدوه الماكله واش نديت راكم ندور هاك نلقاها سي بون عشا تاع الليل نحط راسي نرقد هذيك هي صباح يوم جديد. الى عجبكم الفيديو خلي لايك خلي الكومنتار وقولوا لي شنو هما لي فيديو لكم حابين بارطاجيهم معاكم وهذه هي ربي قدرنا ويقدر لكم كامل وتهلاو في روحكم وعلى فخاشه ان شاء الله باي باي.